خلونا ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر. في فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثقوا فيه الفوضى التي حدثت في المستشفى عقب وفاة رجل وإصابة اثنين آخرين، وهذا الشيء كان بسبب شجار عائلي مسلح في الشطرة. وأيضاً طبعاً أكو فيديو، خلونا نشوفه ونكمل وياكم تفاصيل أكثر. طبعا شفنا هذا الفيديو، ولازم نقول لكم ايضا انه بعض الصفحات تداولت هذا الموضوع بطريقة أخرى، أنه أخ الضحية أطلق النار عليه بطريق أو عن طريق الخطأ أثناء شجار مع أشخاص آخرين. وأكيد بهذا الخصوص لازم نأخذ بعض التعليقات على هذا الفيديو المنتشر بكثرة. خلونا نشوف التعليق الأول ويانا على الفيسبوك. منى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اتخبلتوا، إيش بيكم؟ شنو هاي المهزلة والأسلحة المطشرة؟ وين الحكومة والمؤسسات العسكرية من هاي المهزلة؟ هو هذا الإرهاب الحقيقي.